اقعد اقعد سلم. يلا يلا شاطر شاطر شاطر. اقعد سلم يلا شاطر تحت برافو يلا شاطر سد اقعد بس خلاص تعالى اقعد تحت تحت سد لا تحت سد تعالى سد شاطي يلا شيزا اقعد سد تحت موت يلا سد لا موت سد بس خلاص سد خلاص شاطي اه
عرفك اساسي يا باشا. خلاص سيزا سلم يلا. برافو شاط شاط شاط. خلي بالك عشان مشكله رجله معاك سامعه. ايه رايك يا باشا؟ الله ينور. بس ما يرضي الله، ما هو كل الناس هتقول الله ينور، بس احنا عايزين لأ من جوانا بقى كمربيين كلاب وكنزغاويين وكلام من ده. لا حلو ما شاء الله. ايه رايك؟ لا حلو والله. اتغير؟ لا هو خس سنة بس انا عاوز دي. احنا مالنا امال خسناه؟ ما هو غصب عنه هيخس. لا النظافة رايح الجيش يا باشا. اتوقع النظافة هتبقى كده. حبيب قلبي لا انا مالناش دعوة بالنظافة ولا لنا دعوة انت طبعا شايف الحالة الصحية بسم الله ما شاء الله. ولا لنا دعوة بالكلام ده كله. ما كانش بيرفع رجله ورفع رجله. جوزته. والله جوزته. وانا محلف لك بالله. جوزته. ايه رايك؟ حلو؟ صلى على رسول الله. يمين على مصحف ما يخصني كلب اي حد. لا انا من كلامك استنى بقى استنى 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 كلمه رفع رجله دي سمعناها من كذا واحد. لا ما لا كان في ناس بتتصل بينا لسه بلد يعني. كان في ناس بتتصل بينا تقول يا كابتن وديت كلبي مزرعه يتدرب ولما جالي بقى يرفع رجله مش عندي. اتجوز نقول له يا عم حرام عليك هو طالما رفع رجله يبقى اتجوز. لا انا جوز بلغ يعني كده. الله اعلم بقى دي حاجه انت تساله هو فيها. انت بص يا حبيب قلبي صلى على رسول الله. طبعا جيت لي هنا ويمكن تكون جيتني بس ما كنتش على متابعه جامده يعني. تمام. اللي انا طالبه منك في الفيديو تقول لي ايه رايك في الكلب. حلو. بس نبص للكاميرا. لا الكلب وكلمه بيرفع رجله دي ما بلاقيهاش. تمام. انا رديت وقلت لك ايه جوزته ماشي. على اساس ايه؟ لا تمام. يعني انا استغربت من كلمه بيرفع رجله بصراحه. لا الكلب ايه رايك في الكلب بمرض الله؟ لا الكلب تمام الله اكبر. طاعه. لا كويس. حراسه تمام الله اكبر. خشانه في دخله الكلب. لا تمام ما هبش. تمام. كان بيهيب الحته. طيب. دي الحاله الصحيه للكلب سيبنا بقى زاد او قل شويه. الحاله الصحيه للكلب. لا الحاله الصحيه حلوه. عايز الكاميرا تيجي على الكلب كده واحنا بنتكلم. الحاله الصحيه بتاعته ايه بما يرضي الله؟ لا جميله الله. طيب مش النظافه بقى. لا النظافه عايزك تقرب من الكلب كده الاول وتدور فيه كده حبيب قلبي. ربنا يبارك لك فيه. ربنا يبارك لك فيه. مبسوط منه حبيبي. موضوع بقى ان موضوع رفع الرجل والحاجات دي ممكن انا كمربي عشان مربي كلاب بناخدها بحساسيه فاهمني. بس انت نيتك انت نيتك متجوز وهيخس. بص انت ايه يعني الجواز غلط؟ لا مش غلط عليه. بص حبيب قلبي اولا يبقى مدرب ناقص وصاحب مزرعه ناقص اللي يخش عنده يا حبيب قلبي. لا انا بنوصل لك نقطه بس انا هنفهمك حاجه كده ايه معلومه صحيحه. يبقى مدرب ناقص وصاحب مزرعه ناقص ومربي ناقص وغاوي ناقص عنده نقص اللي يكون عنده امانه حد وما يحافظش عليها او يتعامل فيها بطريقه زي كده من غير علم صاحبها. تمام. يبقى بناقصها ان يخش في المجال ده خالص. حلو الكلام. الحاجه التانية دي انا فوجئت بيها من حد قبل كده. كان عند ليه كلب عندنا بيدربه وقال لي يا كابتن بعد ما استلمت الكلب لقيته بيرفع رجله. ده بناء على حد قايل له فاهمني. في حد قايل له حته زي دي. تمام. رفعت رجل الكلب. انا بنقولها لك طبعا في مليون واحد بيشوف الفيديو. رفعت رجل الكلب لا تخصه في جوازات ولا تخصه يتجوز ولا ما يتجوزش ولا الكلام ده كله.
تمام، رفعت رجل الكلب. لو ممكن لو انت حطيت كلب في وسط كلاب كتير وشم ريحه نتايات وشم كلام من ده، تمام، يبدا ان هو يرفع رجله والحاجات ديت كتعامل هرموني مش اكتر، غريزه، تمام، كغريزه مش اكتر، تمام. انما علشان الكلب عندك ما كانش بيرفع رجله لان ما كانش معاك كلاب، هنا معاك كلاب كتير في العنبر، بس هنا لو انت بصيت معانا هتلاقي كل كلب على حده في بوكس خاص بيه، تمام. اصبح ان مفيش حتى ما عندناش الا نتايه واحده، نتايتين، نتايه روتو ونتايه جيرمان من ضمن الكلاب. طب كلابنا احنا عايز نفرجك على كلب، بسم الله ما شاء الله، عشان المره الجايه بقى انا هنظبط لك السلال، ايه رايك؟ يوسف هات لي ايفان كده. ايفان هات لي فرانك كده. ده ايفان، ايه رايك؟ هو كل ده احنا كنا واقفين في التصوير. ده ايفان، ايه رايك؟ ده كلبي. فرانك فين؟ هناخد سلالة منه على راسي. ده فرانك، دي خلفتي، ده انتاجنا اللي احنا الجراوي اللي احنا بنطلعها، ايه رايك؟ حلو، عايزين بقى ربنا لك حياه حلوه، ربنا يبارك لك يا رب. دخلوا يا باشا الكلاب، عندنا من دولت زي سته ولا سبعه. حبيب قلبي، حبيب قلبي، ربنا يبارك لك. تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس الجميله، وتحياتي الراجل المحترم اللي نورنا النهارده، وكويس ان هو مبسوط باستلام كلبه، ودي حاجه شرف لينا. تحياتي لكم جميعا، واحلى مسا عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله.